عرفناش واش كاين شي حد في هذه الوزاره هذه واش تي يدفع بانه يكون احتقان، ما باغيش يكون الحل. انا فعلا حقيقه اليوم كنتسائل واش كاين شي حد مستفد من هذا الاحتقان اللي كاين في صفوف هيئه الدريس واطر الدعم. كنتمنى الفاعل السياسي يخرج يوضح ويجاوب على هذا السؤال هذا واش كاين، لان الدريس يدها مدوده للحوار، مطالبها مشروعه، وكيعرف الفاعل وكيعرف المسؤول بانها راه مشروعه ولا معقوله، كيعرف الجميع بانها مطالب معقوله. واش ما كنساوش بانه حنايا في المغرب راه هيئه التدريس راه تيقدوا الاقسام، راه تيصبغوا، راه تيصوبوا البيبان، تيشروا القفوله، تيشروا الستيلويات، تيشروا كل شيء كيديروا من جوج، تيديبلاصاو. كاين اللي 60% تاع الصالير تاعو تتمشي تيصرفها على الخدمه ماشي على ولادو. يعني وهذا الشيء كله ما تعطيه حتى قيمه، ما تعطيه حتى قيمه غير تواصل معاه. لذلك هناك حاجه الان الى طرح تساؤل، من المسؤول على هذا الاحتقان ومن المستفيد من هذا الاحتقان؟ زادتهم 1500 درهم. اولا هذيك زادتهم 1500 درهم خاصنا نفكروا فيها في واحد السياق، يعني هاد الناس من امتى هما تيطلبوا بالزياده؟ ثم شي زيادات كانوا سابقا وتحيدوا، واش راه خاصنا نشوفوا هاد الزيادات فاش، وزيدني في المهام اللي كان اديه واش فيها الزياده، تيتفصل فيها هاد المهمات زاد فيها كذا باش ما باقيش تقاس، ماشي تزيدني قطاعيا ولا زيدني في هاد المهام ديال هيئه التدريس، هاد الفئه هادي حطها بعين الاعتبار، شوف شنو المطلوب منها، وشوف ماشي مشكل، شوف المطلوب منها المهام اللي منوطه بها، وبناء عليه اعطيها يعني زيادات معقوله في سميتها، ماشي كتعطيها زياده العام الجاي تقول لها تقاعد ولا هذا وتقلع عليها عاوتاني. لذلك حتى في الحقيقه شتي اللي ألمنا في الاتفاق الاخير هو انه 3 شهور ما تعاملنا معها بشكل عادي وكان شيء لم يقع. ما يمكنش انا يا تلميذ ما قريتوش 2.5 شهر ولا جايه دابا 3 شهور وتقول لي نعوض ليه في اسبوع، ما عطيتي تصور، ما شركتينيش في بناء ذاك التصور، ما عطيتي حتى شي تصور، ورغم ذلك من بعد غير سمعتي ولا ودات له ثاني مذكر. هذا الشيء ماشي معقول. فيه هذه النضالات توعي هيئه التدريس واطر الدعم، كيفاش ممكن انه نتحدوا على انها راه محاوله تسفيه؟ هي اولا كاين اللي كيشوفها بعدا انها راه احتجاجات عاديه، يعني بحال هي راه ماشي عاديه، هي راه احتجاج راه قوي خصنا نتعاملوا معاه لانه راه جدي. هذه الاولى. كاين اللي تيتعامل بانه راه غير عامه، المسيرات الوطنيه اللي كيدعي لها تنسيقيه وحده، تنسيقيه الموحده اللي درت تنسيقيه وحده دعت مسيره عطاتنا اكثر من 100,000، وشهدوا كاملين غير تيتفلاو. تنسمع واحد الاستاذ البارح تيقول راه امتي لا تجتمعي على ضلاله كما يعني راه الناس راه ما تيجتمعوش على 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 الدوخه كي تيقولوا. كاينين فعلا كاين واحد يقول لك راه التلامذه رجعوا للمدارس، كيف تيقول لك راه التلامذه كيقراوا؟ ما تبقاوش تكذبوا على المغاربه، التلامذه ما تيقراوش، حنا اللي عارفين، حنا اللي كنتوجعوا لهذا الامر، حنا من نهار قلتوا لنا رجعوا راه سيمانه وساليوا الدوره بقى فينا الحال. هذه هي اللي حركتنا اكثر. كيفاش انني انا 2 شهرين غادي نحط فيها اعطيني تصور كيفاش انني نعوض باش تكحز سيمانه. هادشي كيعني بانه راه انت تلميذ اخر اهتمامك. اجراءات الاداريه الباباراس هو اللي كيهتم بها الاداري في المغرب ما تتهموش المصلحه اللي دارت هاد وزاره التربيه الوطنيه. علاش دارت هادشي كامل؟ هاد المخاط كامل علاش دار باش التلميذ يقرا؟ حنا فعلا عقود من الزمان وكنصبروا على ود التلاميذ. الان راه التلاميذ غادي يضيعوا لانه احنا في واحد الوضعيه نفسيه غير 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 قابله اننا نقبلوا بهذاك الشيء. راه ما يمكنش، راه الاستاذ ولا تيجلس في القسم وتيفكر في حوايج اخرين. ما يمكنش الا ما الاستاذ ما تيحسش. واش انت يا باغي دير مونديال مع دول كيوصل فيها الصالير ديال الاستاذ مستويات مرتفعه وانت استاذ باقي عندك ما راه بزاف وكتعايرو ولا كتعاتبو باش يدير شي محاوله باش يرفع من المنسوب الدخل ديالو باش يعيش واحد الحياه اللي ماشي غير الشروط البسيطه باش غير يكري ولا يعيش ولا صافي. اولا بغيتو نتوما الاساتذه يعاودوا يبداو ينتحروا، لانهم فعلا راه كاينه ازمه اجتماعيه عند هاد الناس. لذلك هاد الاحتجاجات راه حقيقيه، واللي تيقول لك التلامذ دخلوا راه ما داخلينش التلامذ، راه تيضحك على المغاربه التلامذ ما قراوش وخصهم يقراو.